ذلك يا شيخ. كيف الجمع بين قول الله عز وجل وأنكح أيامكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء إليهم الله من فضله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الماء فليتزوج؟ ما في تعارض أصلا، لأن الصديق رضي الله عنه قرأ الآية، قال أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من التزويج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، وعد من الله، واضح؟ وقرأها عمر رضي الله عنه بعده، قال عجبت لمن يقرأ هذه الآية ثم لا يتزوج. يعني هذا باب من أوسع أبواب الغنى لمن صلحت نيته. وأنا بعمري هذا ما أعرف رجل أعسر من الزواج إلى الآن، والله ما أعرف، مع أن بعضهم عدد طلق أكثر من مرتين وجمع أكثر من أربع، يعني جمع أربع كل فترة يصير عنده أربع وطلق أكثر من مرتين. هذا الواقع، يعني بأنه يريد الإعفاف. كان بما ذكر أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مزواجا مطلقا، وأي امرأة تزوجه تستغني. لما كثر هذا منه خطب علي رضي الله عنه ونهى الناس عن تزويجه، فقام رجال من بين الناس قالوا والله لنزوجنه، والله لنزوجنه، والله لنزوجنه، لأنه يحسن الزواج كرم ويطلق بكرم، له اعتباراته في هذا.